ما ضل في شغل، صرنا نشتغل على مكبات الزبالي، ونبطار غصب عني بالصرمه انه بيعه. ان شاء الله الف مبروك. هذا المحارب اللي أمامكم بيصحى كل يوم وجه الصبح، بياخد الدابة تبعه وبيطلع بيدور بمكبات القمامة لحتى يطالع رزقه ورزق أولاده. أبو عمر رغم صعوبة الحركة اللي بيعاني منها، وبيعاني من عدة أمراض تانية، ما رضيها على نفسه أنه يقعد بدون شغل ويترك عائلته بدون معيل. لهيك اختار أبو عمر أنه يشتغل رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها، ولهيك اليوم نحن هون. أنا مهدي، واليوم في أمل جديد. السلام عليكم. يا أهل البيت، مرحبا، كيفك؟ شو أخو، شو اسمك أنت؟ عمر. عمر وين أبو؟ خذ لنا طريق والله، معلش نشوفه نجي. يلا يلا يلا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا، أهلا وسهلا بالشباب ميت وردي. أهلا، أهلين أبو عمر. أهلا، هلا بالحبيب. وعليك السلام ورحمة الله. كيفك؟ أهلا، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، الحمد لله. الله يعطيك العافية. أبو عمر، أنت أساسك من هاي الضيعة؟ إيه، أنا أساسي من هاي الضيعة، من جبل الزاوية، من مرعية. من مرعيان، يا اهلا وسهلا فيك. قبل شو كنت بتشتغل؟ قبل كنت روعي غنيم، كنت اسرح لاهلي. تسرح لاهلك؟ اي. ام طلعت من عم لما تجوزت وطلعت لحالي. اي، ما ضل في شغل، صرنا نشتغل على مكبات الزبالي. عمار، انت بتساعده لابوك؟ عزمه والضمير، يعني بتطلع هيك من الصبح مثلا بتساعده؟ بايش بيساعدك عمار؟ بيساعدني بالشوكي، بحفر الزبالي. بقول له ايه، عم تروح على المدرسه ولا لا؟ عم بتروح ولا ما بتروح؟ طلع فيني. عم بروح. عمار، انت بتعرف تقرا وتكتب ولا لا؟ لا. ما بتعرف؟ صف ايش انت؟ خامس. صف خامس، شلون ما بتعرف تقرا وتكتب؟ رح تصير تتعلم تقرا وتكتب، اتفقنا؟ الله يخلي لك يا رب. الله يسلمك يا رب. طيب قديش بتطلع يوميتك تقريبا من الشغل هذا ابو عمر؟ اوقات خمسة، اوقات عشرة، اوقات هايكي 10 ليرات. اي، صرنا نشتغل هايك. إيه. طيب اجي، ما ضل في شغل، اجي ايش اللي حبدي يشتغل؟ طبعا بتكفيك هال 10 ليرات وال 20 ليرة باليوم؟ لا، ما عم بتكفي. شلون عم بتقضي؟ انت ما شاء الله عندك اولاد وزوجتك وش اسمه؟ بدك العالم، اولادين الحلال، اولاد الحلال، اولادين الحلال هني. انه بقول لك انه من شغلي، يعني اذا لك كل واحد افطار، يعني كل ما اشتغلت بدي اجيب له واحد افطار، اذا كل شاي بدي اجيب له واحد محايا او قلم او دفتر. على كل فتره وفتره صير اعطيهم، كل ما بعد طبلات، علبات سردين، علبات مرتديلا، علبات طاقة تنكات. هدول الفاضيات اللي بتلمهم انت من المكب؟ ايه، هدول اللي بلمهم من المكب الفاضيات ببيعون. بيجي واحد لهون، بيجي بيع لهون، منبيعه شي بيضرب بالميزان، شي بيضرب بالسعر، شي ما بيعطيك سعر مليح، هون بضطر غصب عني بالصرمه انه بيعه. صرت بيعهم على 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 مرحله، قمت صرت هاي صير هاي صير اطلع من البيت بس كرمال انه ما بيعه. حسبي الله، الله كريم، الله كريم. خالتي معمر، كيفك؟ اختي يا معمر، شلون رضاك على ابو عمر؟ الحمد لله، بالله عزمه والضمير. منيح معك ابو عمر؟ ما شاء الله، الله يخليكم لبعض. كم سنه صار لكم متزوجين؟ 15 سنه. ما شاء الله، ومتفقين هيك 15 سنه لهلا؟ بس خلص، تفاهم هو بيغلب على الامر. طيب ابو عمر، نحن برنامج مسابقات، نسال اسئله ونربح الناس هدايا. شو رايك نسالك سؤال هيك نربحك هديه؟
اهلا وسهلا امي تسلم. طيب مين اسكى ولد عندك؟ اسكى بنت عندك؟ شام؟ شام تعالي تعالي. تعالي تعالي تعالي. مرحبا. كيفك؟ تعالي عدي هون جنبنا، تعالي. طيب بدنا نسأل شام سؤال. تمام؟ إذا شام تعرف تجاوب بتربح هدية. طيب سؤالنا بيقول بعد رمضان شو بيجي؟ برافو عليكي، برافو عليكي، ربحتوا معنا جائزة، ربحتكم يا هشام ما شاء الله. حنسلمك جائزتك هلأ برا، ما قدرنا ندخل لجوا، عندك الممر كتير ضيق لأنه أهلا وسهلا. الله يسلمك. هدية أبو عمر كانت عبارة عن بقالية متنقلة. أبو عمر عنده صعوبة في الحركة، لهيك جبنا له ماتور ورح يتم التعديل على الماتور هاد لحتى يقدر يسوقه أبو عمر بأريحية تام ويتنقل بأطراف المدينة ويبدأ بحياة جديدة تمام. عم أبو عمر شايف موتور السماني هاد؟ ايه. هلأ الأولاد حينقوا يلي بدهم اياه من هون إن شاء الله. ايه. مقابل السؤال يلي سألته شام. ايه. إيش رأيك؟ ونعمل رأيي. هلأ وين شام أبو عمر؟ أنت عجبك إيه. الموتور؟ عجبني الماتور. وإيش رأيك بهيك مشروع؟ مشروع كويس. مشروع كويس، ما عندكم ايه. مدارس كتير انتم بتضيعوا ايه. هون اولاد، ومشروع سمان وموتور ايه. فخم حلو. ايه. طيب ايش رايك اذا بقول لك انت ربحت معنا الميتور هذا كله والاكلات كمان، الاكلات تبعت الاولاد. ايه. ربحت اكلات الاولاد وربحت الموتور كمان. ان شاء الله الف مبروك عمار، هاد الموتور صار لكم، ان شاء الله الف مبروك. حتشتغل ما؟ حتشتغل وتدرس، حنجي بعد فتره نسمع لك قراءه وكتابه، اذا عرفت انك تقرا وتربح بتربح هديه لسه احسن من الموتور. اتفقنا؟ بيعرف يسوق موتور عمار؟ علموه عمامه. علموه عمامه، وحكونا انه انت بتعرف تسوق شوي، بس حكونا انه عمر بسوق. هلا انت وعمر اثنيناتكم بتتعلموا على هذا الميتور وبتسوقوا وبتطلعوا على المدارس، قدام المدارس في كتير اولاد مليان، عرفتوا علي كيف؟ والمشروع هذا ان شاء الله بيشتغل معكم باذن الله. ان شاء الله. الله يسلمك على راسي يا عمي. جاء اخويا. هلا والله. اهلا يا هلا. كيفك؟ الحمد لله. اخو ابو عمر؟ نعم. الله يسلم اسمك كريم. وليد عوض خزام. ابو؟ ابو احمد. ابو احمد، هلا ابو احمد. ابو احمد سالنا ابو عمر رحنا سؤال وربح معنا هي السياره. نعم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. بس سؤال، ابو عمر رح يقدر يسوق الموتور هذا؟ ايه بيحسن يشتغل، بس النيتو بتصعب عليه هيك شويه تعديلات، بده شويه تعديلات لحتى يعني يحسن يسوقه، لانه الموتور كبير. ايه لانه الموتور كبير يعني نحن. طيب انتم بتقوموا بالتعديلات؟ نعم نحن بتعلموه. نحن بنقوم بالتعديلات وبنعلمه. طيب ايمتى رح نجي نشوف ابو عمر راكب على هالميتور وعم يشتغل؟ يعني شغله اسبوع. اسبوع؟ اسبوع حنجي نشوفه. تمام. انت أسبوع. خلص انت القائم على انه تظبط الموتور بانه يناسب ابو عمر. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. احلى ابو احمد، ان شاء الله. اهلا. امرنا بشي ابو عمر؟ الله يبارك فيك. مبسوط؟ أهم شيء. الله يسلم قلبك. يلا استلموا. السلام عليكم. مع السلامة يا أمانة الله. وبهيك بيكون أبو عمر وعائلته صار في عندهم مصدر دخل منيح، وبيكون هاد المحارب خلص من موضوع المكبات وبدأ برحلة جديدة تماما. لا تنسوا أبدا إنكم سبب كل شيء عم بيصير، ولا تنسوا أبدا إنه مهما حصل ومهما كان دائما رح يكون في أمل جديد. وهيك أعزائي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. في كتير حالات مثل حالة أبو عمر، أي حدا فيكم حابب أنه يدعمهم ويقدم لهم أي شيء حابب أنه يقدمه، ما عليكم إلا تزوروا الرابط اللي موجود على الفيديو هاد وتقدموا أي شيء حابين أنكم تقدموا. كنت معكم أنا مهدي مع فريق برنامج في أمل، انتظرونا بالحلقات القادمة على شاشة وجميع منصات تلفزيون سوريا.